أقر قائد الجيش الأسترالي بوجود أدلة موثوق بها على أن جنودا من القوات الخاصة الأسترالية قتلوا بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 39 أفغانيا من المدنيين أو الأسرى، وأوصى بحالة هذه القضايا إلى مدعي عام للتحقيق في جرائم حرب محتملة. وقال الجنرال أنغوس كامبل بعد تلقيه نتائج دامغة لتحقيق استمر لسنوات حول سوء السلوك العسكري في أفغانستان بين عامي 2005-2016 أن الثقافة المدمرة للإفلات من العقاب بين قوات النخبة أدت إلى سلسلة من جرائم القتل والتستر المزعومة التي امتدت تقريبا لعقد من الزمن.